الله يبارك عندكم ميراث ما شاء الله، هذا البساتين اللي خلوها لكم الاباء تاعكم. هذه الحمله ولا القافله هذه تاع اليوم. كل ولايات الوطن راحين ينطلقوا اليوم في هذه الحمله. دونك هذا استنادا على الاجتماع التنسيقي اللي درناه البارح على مستوى الولايه، وين خرجنا بورقه الطريق في درود. راحين نبداو من جهيل وان شاء الله نوصلوا كل شهر عندنا البرنامج تاع شهر، سواء حصص اذاعيه ثانية فيسبوك على مستوى المساجد. وإن شاء الله بهذه الحملات ضد مكافحة حرائق الغابات نوصلوا نفوتوا الصيف بدون حرائق بإذن الله. كل الفاعلين وضعنا برنامج، سطلنا برنامج يدوم إلى نهاية فصل الصيف عبر كل القنوات الإذاعية باللغتين العربية والأمازيغية، عبر العمل الجواري والتفاعل مباشرة مع الفلاحين في البساتين والواحات، كذلك عبر توزيع مطويات.